مساء الخير. يمتلك القلب شبكة كهربائية متطورة يحجز الطب الحديث عن فهم كل تفاصيلها، كما يحتوي القلب على واحد من أصغر المحولات أو المنظمات الكهربائية في العالم. تتكون خلايا هذا المحول أو هذا المنظم الكهربائي من خلايا عصبية ذاتية المنشأ، تقوم في إرسال النبضات العصبية كما هو موضح في هذا المقطع من أعلى القلب إلى أسفله بطريقة جدا منظمة ومنسقة. هناك فارق زمني بين هذه الضربات القلبية وبين هذه النبضات العصبية، تتيح لجميع أقسام القلب عمل بشكل منسق ومنظم. لكن للأسف عندما توجد هناك بؤر كهربائية أو دوائر كهربائية متهيجة، تقوم هذه البؤر الكهربائية في إرسال المئات من النبضات العصبية، تفقد القلب السيطرة على هذه الشبكة العصبية وينتج عنها مرض نسميه مرض الرجفان الأذيني، اللي يشتكي من البعض من وجود خفقان ووجود عدم انتظام في دقات القلب. هناك طرق عدة لعلاج هذا المرض، ولكن التطور اللي حصل في قسطرة القلب يتيح لنا اليوم ان احنا ندخل ونشوف وين اماكن هذه البؤر وقد نعالجها في تقنية تسمى تقنية الكي، وكما هو موضح في هذا المقطع، ونسبة النجاح قد توصل إلى 80% أو 90% في بعض المراكز. هناك أمر ثاني أحب أتكلم عنه، هي ليست حالة مرضية ولكن يشتكي منها الكثير، هي حدوث نفس السحبة وبعدها الدقة، يعني يشتكي البعض من أمر نسميه الدقة الزايدة، اللي هو نفس شعور السحبة وبعدها تجي الخفقة أو الدقة القوية. في أغلب الحالات غالبا يكون هذا ليس حالة مرضية، خصوصا عند الشباب أو متوسط العمر. غالبا ما تكون الأسباب هو القلق والتوتر والضغط النفسي وشرب كميات زايدة من المنبهات مثل الشاي والقهوة أو حتى المشروبات الغازية لاحتوائها على كميات زايدة من الكافيين، اللي يزود حساسية القلب بالنسبة للأدرينالين وأيضا يزود كمية الكالسيوم داخل الخلايا القلبية، فنشعر في هذه الدقة نسميها الدقة الزايدة. في أغلب الحالات هي ليست حالة مرضية، فقط نرجو تخفيف من المنبهات، ودمتم بحفظ الله.